السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميع المشاهدين الكرام أينما كنتم. أجل في الله ونيت ما دستنا، تقبل الله صيامكم بالأجر والتواب والمغفرة إن شاء الله. وكما وعدناكم نتكلم في هذه الحلقة عن ليلة القدر، لنبين للناس ما هي ليلة القدر وما حقيقة ليلة القدر. فهناك ليلة القدر التي وجدنا عليها آباءنا والتي يعرفها كل الناس ويترقبونها في العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة وتر، يعني 21 23 25 27 29 رمضان. وهناك ليلة القدر التي جاءت في القرآن الكريم وجاءت في سورة القدر وكذلك في سورة الدخان، والتي لا علاقة لها بليلة القدر التي يعرفها الناس. فليلة القدر التي وجدنا عليها آباءنا هي هذه الليلة التي ينتظرها كل الناس والتي يتمنى كل الناس أن يدركها، وهي ليلة عظيمة ويستجيب فيها الله للدعاء وتحل فيها كل المشاكل وتغفر فيها الذنوب وتقضى فيها الحوائج، حتى أصبح الناس يعولون على هذه الليلة لتغفر ذنوبهم ولتقضى حوائجهم ولينزل عليهم الله الأموال من السماء ولينعموا بالصحة والعافية ولتزدهر تجارتهم ولكي ينجحوا في حياتهم. فالناس أصبحوا ينتظرون هذه الليلة ويبحثون عنها ويريدون أن يعرفوها، ويقومون العشر الأواخر كلها فقط ليدركوا هذه الليلة ليستجيب الله دعاءهم فيقضي حوائجهم. هذه ليلة القدر التي تعرفونها والتي وجدتم عليها آباءكم. هذه ليست ليلة القدر التي يتكلم عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذه ليلة القدر الخرافية الخزعبلاتية. أما ليلة القدر الحقيقية فهي التي جاءت في القرآن، ولا علاقة لها بالقيام ولا بالصلاة ولا برمضان ولا بأي شيء. فكل الناس ينتظرون هذه الليلة لتقضى حوائجهم. نحن أمة أصبحنا لا نعول على العمل والكد والجد والاجتهاد، لا أصبحنا لا نعمل شيئا في هذه الدنيا، أصبحنا ندعو الله فقط، أصبحنا ننتظر الدعاء فقط. أصبح الناس الآن يدعون حتى على الشخص لما لا يعجبهم أو لا تعجبهم تصرفاته كيدعيوا عليه، سير الله يعطيك ويجيك. ينتظرون من الله أن يعمل كل شيء ولا يريدونهم أن يعملوا أي شيء. فأصبحت الأمة التي يتكلم عنها الأمريكيين ضد nothing countries، الدول التي لا تعمل شيئا، ضد nothing countries، نحن لا نعمل أي شيء، نحن لنا الدعاء، ندعي على عدونا ليهلكه الله لكن لا نتحرك، ندعو الله أن يهلك إسرائيل ويهلك اليهود ويهلك النصارى ويهلك عدونا ثم نحن لا نتحرك. يعني كما قال هذا بنو إسرائيل سيدنا موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فهذا المسلمين هذو ولا عندهم غير الدعاء، تحل المشاكل كلها بالدعاء. يجب يعني أن ينتظروا هذه الليلة. هناك من سيسهر عشرة أيام في رمضان لأننا لا نعرف مع رؤية الهلال. انظروا غير التناقض، انظروا غير الغباوة والبلادة. أبا حتى الشهر لازلنا لم نتفق على رؤية الهلال. فالوتر في البلدان الشرقية ليس هو الوتر عندنا ولا في أمريكا ولا في اليابان. هذه الليلة الوتر أين؟ هل في مكة؟ هل في فرنسا؟ هل في بوسطن؟ هل في سيدني؟ لأن الليلة الوتر لما تكون السادسة صباحا في كوريا فهو يوم آخر في المغرب، يوم آخر في المغرب، يعني ليست وتر، لا يمكن أن تكون وتر. ولذلك قلت هذه ليلة القدر التي تعرفونها، الليلة التي اقترنت بجميع الخرافات والخزعبلات. هذه الليلة جعلوا منها شأن عظيم وبدأوا يحنطون بها الناس. وحتى عندنا في البادية هذه في المغرب في الشاوية والرغا الناس يقولوا سيدنا قدر،
اشنو سيدنا قدر؟ هي ليلة القدر. قلت لها سيدنا قدر غادي يضرب في السماء وكاين واحد النور وغنطلب منه يعطيني الدنيا ويعطيني الاولاد ويعطيني الذريه ويعطيني كل شيء. يعني انظروا هذه العقليه عند الناس، اصبحوا لا يريدون العمل ولا يكدون ولا يجتهدون ولا يقومون باي جهد، اصبحوا ينتظرون الله يقضي حوائجهم هكذا فقط في الدعاء، لان هذا الكهنوت الديني في المساجد يحنط الناس صباح مساء. الناس يحنطون في المساجد، الناس لا يعملون شيئا في هذه الدنيا، يريدون الله سبحانه وتعالى أن يهلك عدوهم وأن ينتصر لهم وأن يمكنهم في الأرض وأن ينزل عليهم يعني قفة من القوت والأموال والذهب وينعم عليهم بكل شيء دون أن يتحركوا من أمره. هذه هي ليلة القدر التي تعرفونها والتي وجدتم عليها آباءكم والتي عملوا من حولها خزعبلات وخرافات وجعلوا منها أقصوصة وجعلوا منها شأن. هذه لا علاقة لها بليلة القدر التي جاءت في القرآن الكريم. ولذلك طرحت السؤال، أيها المسلمون شغلوا عقولكم، إنكم محنطون، هاد الشيوخ جعلوكم تكونوا غير انتم في الأرض. المسلمين اللي غادي يدخلوا للجنة، المسلمين اللي كيبغيهم الله، المسلمين اللي كاينين في الأرض، والإسلام هو اللي كاين والمسلمين اللي كاينين، أما 9 مليار من البشر لا توجد. انظروا هذه العقلية التي تقسي العالم، عقلية تقسي العالم، رغم أن القرآن جاء للعالمين والقرآن جاء بالتعددية. حتى الكفار عباد الله، حتى المنافقين عباد الله، حتى الملحدين عباد الله، كذلك عباد الله. الله كينادينا يا عبادي، المؤمن والكافر، نحن عباد الله كلنا، نشترك في البشرية ونشترك في الخلق ونشترك في الحياة ونشترك في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. انظروا التعددية، الله تكلم على جميع الأقوام، المؤمن والكافر. انظروا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والمجوس والذين أشركوا، هادوا موجودين معك في المجتمع، هذا واقع أنت تعيش معهم. لا يمكن أن تقسي العالم لأنك أنت مسلم، لأن شيوخك علموك بأنك أنت وحدك الذي رضي الله عنك وستدخل الجنة والباقي يجب أن يذبح. هكذا فهموك شيوخك، هكذا فهمك الجهلة الظلاميون الذين سجنوا الأمة في ظلامهم وفي تراثهم وفي خزعبلاتهم، لا يريدون أن يتركوا المسلمين يتقدموا كجميع الأمم. فبقينا نحن نؤمن بالدعاء. المساجد الآن يختمون القرآن، الليلة سيكون ختم القرآن في مسجد كذا، الليلة سيكون ختم القرآن في مسجد كذا، سنختم القرآن. ختمت 60 حزبا ولا تعلم منها شيئا، فلماذا تختمها؟ لا تعلم منها شيئا. أنت استمعت للحن القرآن ولغناء القرآن في المساجد، أنت وقفت كالجماد في الصف تردد آمين، أنت جماد، أنت لا توجد، أنت تقف في الصف جماد وتسمع غناء القرآن في أبواق المساجد ثم تقول آمين فقط، لا تسمع ماذا يقول ولا تفهم ماذا يقول هذا الذي يقرأ عليك القرآن ويغني بالقرآن يلحن القرآن. ليست هذه هي الغاية التي أنزل الله من أجلها القرآن أبدا. القرآن أعظم وأكبر من هذا الصوت الذي أنت تسمعه في أبواق المساجد. القرآن جاء ليحرك الكون، القرآن جاء ليحرك الكون، لأنه ينزل على العقل، والقرآن المنزل على العقل يجعل العقل يتحرك ويحرك الكون. القرآن يتبع حركة الكون يا مسلم، القرآن يتبع حركة الكون منذ أن أنزله الله وهو يتبع حركة الكون كيف يتغير وكيف يسير هذا الكون، لا يمكن أن يفسر في وقت من الزمان.
ولا في منطقة في هذا الكوكب، لأنه يتبع حركة الكون ويؤطر حركة الكون ويؤطر تطور المجتمع وتغير المجتمع ليبقى دائما القرآن. لا يمر عليه وقت، لا يتقادم القرآن، لا يتقادم. حتى في عهد الفتنة، هذه المحنة، لما قالوا القرآن مخلوق، لم تكن المسألة واضحة عن أي قرآن يتكلمون. هل القرآن الأصلي في اللوح المحفوظ عند الله؟ هل القرآن عند الله غير مخلوق؟ هل القرآن الذي نتعامل به في الدنيا مخلوق؟ هذا هو المشكل. حتى جاء الفلاسفة ابن رشد فرق بين القرآن الذي يخص به الله نفسه، قرأوا أفيرويز، قرأوا ابن رشد، قرأوا ابن رشد لتفهموا حقيقة هذا الكون. أفيرويز يقول هناك القرآن الذي يخص به الله نفسه، خاص بالله، هذا غير مخلوق. وهناك القرآن الذي يخص الله فيه، كلام الله الذي يخص به نحن، يخاطبنا به نحن، هذا قرآن ممكن يكون مخلوق. هكذا قال ابن رشد. هذه ليلة القدر التي وجدتم عليها آباءكم وتعرفونها، هذه لا علاقة لها بليلة القدر التي جاءت في القرآن. ولذلك طرحت السؤال لأشغل العقول، طرحت السؤال قبل 3 أيام لأجعلكم يعني تستعدوا. هل ليلة القدر خاصة بالمسلمين أم ليلة القدر خاصة بجميع البشر على الأرض؟ فالله زرع النفس والعقل والروح في جميع الناس في كل ما خلق، وليس الروح والعقل والنفس عند المسلمين فقط. كل من زرع فيه الله سبحانه وتعالى النفس والروح والعقل يعد من بني الإنسان، هو بشر. وأن الله سبحانه وتعالى يساوي بين المؤمن والكافر في العطاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. هاد الناس هذو يريدون أن يكون المسلمون فقط في هاد الأرض، المسلمين اللي غادي يدخلوا الجنة فقط. هاد العقلية الإقصائية، هاد العقلية الجبروتية، هاد العقلية المتخلفة يجب أن تنتهي تماما. ليلة القدر لا تخص المسلمين. ليلة القدر هي ليلة مباركة عظيمة خص بها الله كل البشر، وتتنزل الملائكة على كل البشر وليس على المسلمين فقط. السؤال اللي سولت، هذه ليلة القدر لا تخص المسلمين، تخص كل البشر. ثم هذه ليلة القدر هل كانت قبل نزول القرآن؟ هذه الليلة كانت لها ليلة من أيام الله. هل ليلة القدر كانت قبل نزول القرآن أم سميت ليلة القدر فقط لما أنزل القرآن؟ يلا جاوب، رد، جاوب 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 والجلال مطربش. هل ليلة الكون أزلية؟ هذه ليلة القدر هل هي أزلية؟ هل كانت موجودة لما خلق الله السماوات والأرض؟ هل ليلة القدر كانت موجودة فقط لما خلق الإنسان، بدأت مع الإنسان؟ لماذا؟ لأن الملائكة تتنزل بالروح من أمر ربي على جميع البشر. أم فقط لما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن لم ينزل على محمد في رمضان، القرآن أنزل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من اللوح المحفوظ من الملأ الأعلى إلى الدنيا، إلى عالم الحس كما يقول الفلاسفة، أنزل من عالم العقل إلى عالم الحس. عالم العقل هو عالم الله سبحانه وتعالى، هو العلة الكبرى، هو العقل الفعال. فجاء القرآن من العقل الفعال إلى العقل المنفعل، إلى العقل بالقوة. العقل بالقوة لا بد وأن ينفعل، لكي ينفعل لا بد من العقل الفعال، لا بد من تدخل الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة كانت موجودة. هل اختارها الله لينزل فيها القرآن أم سميت هكذا لأن الله نزل فيها القرآن؟ من يدري؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في ليلة القدر، هذه ليلة القدر التي جاءت في القرآن الآن أتكلم عنها،
ليلة القدر التي وجدتم عليها آباءكم هي هذه ليلة القدر الخرافية الخزعبلاتية. ها أنني غادي ندعي الله، وأن الأئمة الآن في المساجد كيديروا الدعاء، وحتى الدعاء مكتوب وحافظينه بكلمات جميلة. لماذا؟ ادعوا الله بالشلحة، بالألمانية، بالإسبانيولية، بالإنجليزية. ادعوا الله لأن الله يسمع لكيانك، لجوهرك، ولا يسمع للسانك. ادعوا الله بجوهرك، ادعوا الله بنفسك، ادعوا الله بقلبك، ادعوا الله بوجدانك، ليس بلسانك وتقرأ كلمات الدعاء يقرأ في ورقة. يا عباد الله، يا عباد الله، يا عباد الله، الدعاء لا يقرأ في ورقة، الدعاء هو تدعو الله منك لي خفية. لماذا تقرأ الدعاء في ورقة؟ لماذا الإمام يقرأ دعاء وأنت تقول آمين في المسجد، وأنت تقف كالجماد في الصف تقول آمين؟ هل الدعاء لك أم للإمام أم لأي أحد؟ هذا الدعاء يكون شخصي منك لله. ما علاقة هذا الدعاء في المساجد؟ ما علاقته بما تريد أنت من الله سبحانه وتعالى؟ والله شيء غريب ولا زلنا نستغرب. التحنيط، هذا الدعاء الآن الذي الغريب أن هذا الدعاء لابد ما غادي يدعيو كلهم، لابد أن يدعيو على الله باش يهلك عدو المسلمين. طبعا عدو المسلمين هما إسرائيل، هما الصهاينة، هما اليهود، أكيد غادي يدعيو عليهم باش يهلكهم الله، ولكن هما ما غاديش يرتاحوا. هذه الأمة هذه التي تقول بأن هي اللي خصها الله، وهي اللي أحبها الله، وأنزل عليها القرآن، ونحن خير أمة، وعدنا خير رسول، وهي اللي عندها اللغة العربية، والقرآن أنزل بالعربية، وهي اللي وهي اللي وهي اللي، هذه الأمة هي أذل أمة، وأحقر أمة، وأجهل أمة، وأتفه أمة. الأمم الأخرى أحسن منا بكثير. لا نقارن هذه البلدان الإسلامية، لا نقارنها مع كوريا الجنوبية، ولا مع الولايات المتحدة، ولا مع يعني السويد، ولا مع أستراليا. في الأخلاق ليس في الصناعة. أما الصناعة فاتكم ترين، فاتكم القطار، اجلسوا إلى الأرض. فانظروا الأخلاق. ولذلك أنا قلت بأن هذا، هناك فيلسوف مغربي يقول بأن لا يمكن أن نفصل الأخلاق عن الدين. أنا أقول له لا علاقة للأخلاق بالدين. نحن كذلك أصحاب فلسفة، لا علاقة للدين بالأخلاق بالبتات. لأن الأمم التي لا دين لها لا عقيدة لها هي الأمم الآن اللي عندها أخلاق راقية. هذا أكبر دليل، وهذا واقع، ولا يقدر الفيلسوف أن ينكر الواقع، لا يقدر أن ينكر الواقع. فهذه ليلة القدر التي تعرفونها هي ليلة خرافية خزعبلاتية، هي ليلة يعني تسمعون فيها أوهام فقط، ويمنونكم بأن حاجتك غدا تقضى، والله غدا يعطيك المال، وكل اللي غدي في الليل يعمل دعاء مع الإمام في المسجد، ويقوم هذه الليلة كلها والدعاء، ثم يأتي إلى منزله وينتظر الله يعطيه المال ويعطيه كل شيء. هناك من يؤمن بهذه المسائل، أصبح الناس يؤمنون بها، كل كده عمل دعاء لله، الله غدا يعطيني المال. أما العمل والكد والجد والاجتهاد في الدنيا والجهد غير موجود في الناس. كل الناس يريدون أن يجلسوا وتأتيهم قفة فيها قوتهم من السماء. والله شيء غريب، نستغرب لهذه الأمة لا تريد أن تعمل. هذه الأمة لا تريد أن تعمل، هذه الأمة عندها اللسان فقط، الكلام. ليلة القدر التي جاءت في القرآن لا علاقة لها بهذه ليلة القدر. ليلة القدر جاءت في سورة الدخان، في سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لأنها ليلة، والليلة النهاية ذي لها هي مطلع الفجر، نهاية الليلة. ولذلك قال ليلة باللغة، من يقول ليلة فنهايتها هي الفجر، فجر انتهى، نزول الروح، تنزل الملائكة بالروح من أمر ربها. الروح، الملائكة كتجيب الروح. ما هي الروح؟ الروح لا تتعلق بالموت والحياة، لا علاقة لها بالموت والحياة. هتقول لك مات خرجت روحه. الروح هي القسط من الوحي، من العلم، من المعرفة، من الأشياء الربانية التي يعمل بها العقل والنفس. شخص عنده العقل والنفس والجسد، لكن لا عمل بدون الروح. الروح هي القدر، ليلة القدر.
الروح هي القدر من العلم الذي يأتيك من العقل الفعال من الله سبحانه وتعالى، وتأتي لكل البشر وليس المسلمين فقط. ليلة القدر، ما هو القدر في اللغة؟ القدر في اللغة نقول قدر من المال، قدر من الزرع، قدر من الذهب، قدر من كنقولوا قدر يعني شيء معروف، جزء أو قسط معروف، كمية معروفة، نعبر عنها بالقدر. وكذلك يعبر عنه كذلك بالقدر المعنوي، يقول لي فلان ذو قدر، وتقول لك عاش من عرف قدره. يعني هنا قدر أصبح شيء آخر يتعلم بالحالة المعنوية، يعني بالصفة المعنوية وليس المادية، أنه قدر من اللحم أو قدر من الشعير أو قدر من الذهب، أصبح قدر الإنسان. وعبر الله سبحانه وتعالى على نفسه بالقدر، وعبر كذلك للإنسان بالقدر. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، محسوب بالتدقيق. عندك قدر من العلم، عندك قدر من المعرفة، عندك قدر من الصحة، عندك قدر من الأكسجين، عندك قدر من الأكل، عندك قدر من الماء، عندك قدر من العمر تعيش، قدر من العمر في هذه الدنيا، كل شيء محسوب تماما. وهذا ينزل تنزل به الملائكة. لماذا ألف شهر؟ ألف شهر هي 83 سنة، ألف شهر هي 83 سنة وربع أيام، 83 سنة وربع أيام. يعني لماذا هذا العدد كله 83 سنة، ليلة واحدة خارج؟ فهو القدر الذي يزودك بالعلم وبالروح، يعني كيف جسمك يتفاعل، ينفعل وليس يتفاعل، يعني العقل ينفعل، بدون الروح لا ينفعل العقل. وهي الكمية التي تكفيك 83 سنة. هذه الليلة أكثر القدر، أكثر من القدر الذي يكفيك 83 سنة من العلم ومن الحياة ومن العيش في هذه الأرض. القدر ليلة القدر لأنها ليلة القدر، يظهر فيها قدر الإنسان الذي جعله الله له، ولذلك سميت ليلة القدر. الإنسان عنده قدر، الله عنده قدر كذلك، الله كذلك عبر على نفسه بالقدر الإنسان اللي إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء ما في ذلك الإنسان. والله عبر على نفسه في سورتين، ما قدر الله حق قدره والأرض قبضته، يعني الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله كيبين لك قدر الله يعني كبير كبير لا يمكن أن تتصور. ما قدر الله، ما نافية، ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، ليس منش قبض باليد، قبضة الله بقوته، قبضته يوم والسماوات مطويات بهذا، غير مجاز، تعبير مجازي لنفهم قوة وعظمة الأشياء هذه التي لا يمكن أن نتصورها. وفي آية أخرى نفس الشيء في سورة الحج، يا أيها الناس ضرب مثل في السميع لئن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هنا جاءت الخلق، يا أيها الناس كل البشر مسلمين وغير مسلمين، لأن البحث العلمي الآن في الجينيتيك انجينيرين وفي علم الحياة وفي الطب وحتى في هذا الميكانيك الكمية الآن هي اللي ستحل جميع المشاكل، هذو كلهم مسلمين وغير مسلمين، والذين يعملون في البحث العلمي الآن غير مسلمين. يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا لئن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، طبعا لأن المخترع هو الله سبحانه وتعالى، العقل الفعال هو الله، العلة هو الله، السبب الأول لوجود جميع الأشياء هو الله، لا يمكن لأي شيء آخر، لا يمكن لمعلول أن يخلق، لا يمكن، لأنه هو مخلوق. الفلاسفة عرفوا هذه الأشياء أحسن من الفقهاء. هذه لذلك انظروا يعني ما قدر الله حق قدره، إن قدر الله كبير، ولذلك سميت ليلة القدر لأن أكبر قدر، وأن قدر الله هو أكبر قدر وهو أقوى قدر وهو كل شيء. القدر هو كل شيء في الكون.
متنزل الملائكة بالروح من أمره. هنا كلمة الروح الأمر، دائما الروح تأتي مع الأمر. لكن هناك آية تتنزل الملائكة لكن بدون الروح. هناك آية تخص المؤمنين المسلمين تتنزل عليهم الملائكة ولكن بدون الروح. الآية الأخرى تتنزل الملائكة على كل البشر بالروح من أمر ربها. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. ينزل الملائكة بالروح من أمره، لأن الروح هي العلم، هي المعرفة، هي التي تشغل العقل بالقوة. أن العقل بالقوة هو الاستعداد الإنسان، استعداد الإنسان للمعرفة واستعداد الإنسان للعلم. ولذلك الروح لا علاقة لها بالموت ولا بالحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ديما الروح الأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. طبعا بدون الروح وبدون شيء ما كان الرسول يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان عرف والو، ولكن لما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى روحا من أمره، يعني أنزل إليه القرآن فيه كل شيء وهو العلم، القرآن هو العلم هو كل شيء. فيعني هذا الروح كنا تكلمنا عليها في الفلسفة، وعرفنا الروح والنفس والعقل والجسد الآلة. ولذلك بدأت بدروس الفلسفة، هذه الفلسفة الأولية أسميها مقدمة في الفلسفة، لتفهموا الأمور ببساطة. هو الآن بدون الفلسفة من المستحيل أن تفهم الروح ولا النفس ولا العقل. لا يقدر أحد أن يفسر لك العقل إلا الفلسفة، لأن الفلسفة هي العقل، هي مادة العقل وهي العلم، لأن الفلاسفة كانوا علماء كون وليس. فليلة القدر التي جاءت في القرآن جاءت في سورة الدخان، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. هي اللي جاءت في سورة القدر، تنزل الملائكة بالروح من أمر على، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام، بإذن ربهم. هنا هذا الروح بإذن الأمر، الروح مع الأمر، هي اللي هنا يفرق فيها كل أمر، يفرق فيها كل أمر حكيم. ممكن نفسر القدر يعني بالتفصيل أكثر، ولكن عليه لا داعي، لأن العلوم تفسر القدر جيد. وهذا القدر هو الذي يحكم الكون، القدر هو الذي يحكم الكون كله، الكون كله يحكمه القدر، لأن جميع الحوادث وجميع الموجودات في هذا الكون تخضع للقدر كلها. حرارة الجسم إذا تعدت 37، وهو القدر اللي حد لها الله سبحانه وتعالى في الروح التي جاءت، إذا تعدت 37 الجسم مريض. السكر في الدم 1 غرام، إذا تعدى 1 غرام الشخص مريض. ضربات القلب 78 في الدقيقة، إذا تعدت هذا القدر هذا يمرض الإنسان. حموضة الفم، حموضة الفم هي pH 7، حموضة المعدة pH 2، حموضة المعدة الدقيق pH 8.2. الأكل يمر من الفم إلى المعدة إلى الأمعاء، يهضم pH 7، تهضم النشويات لأن الأميليز نشطة عند 7. في المعدة تهضم البروتينات لأنها نشطة على pH 2. في الأمعاء تهضم البيبتيدات وكذلك الدهون، لأن هذه الليبيز مع البيبتيدات تكون نشطة عند pH 8.2. ولذلك هناك عاد القوانين الرياضية، يعني كيف الكون يمشي قدر. عندنا قوانين رياضية، دالات رياضية، خوارزميات رياضية، إذا خرجت عن القدر يهلك الكون، تخضع للقدر يعني الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكلم عن نفسه سبحانه وتعالى بالقدر، وتكلم عن كل شيء قدرا قد جعلنا. ولذلك قال الله شيء، لأنه قرآن عام،
وليس قد جعلنا للإنسان أو للحيوان أو للنبات، يعني كل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذه المسألة، هذه ليلة القدر، إذا فهمنا كلمة القدر فقط نعلم ما معنى ليلة القدر، إنها هي كل شيء. والله سبحانه وتعالى نبهنا وما أدراك، تنبيه. لما تقرأ في القرآن وما أدراك، يعني استيقظ وشد الحزام، يعني شيء عظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير، ما قالش إنها ليلة خير ألا عود، ليلة القدر خير من ألف شهر. زاد الله عظمها، أعطاها قيمة بالعامل الزمني، ألف شهر. ألف شهر فقط تعبير مجازي لكي يفهم الناس قوة هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة في هذه الليلة، هناك من يبحث عنها، هي كائن، هي كائنة وموجودة هذه الليلة، هذه موجودة الليلة كائنة، وكانت قبل أن ينزل القرآن وكانت دائما تنزل الملائكة على الناس، وليس لما أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الليلة كانت. لماذا؟ لأن في سورة الدخان لا يتكلم عن ليلة القدر، يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة. اللي نزل من العقل الفعال لعالم الحس، من اللي نزل من أم الكتاب، من اللوح المحفوظ هذا القرآن، من اللي نزل، هذه هي الليلة اللي نزل فيها القرآن، وليس لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. لم ينزل في رمضان، كان اختلاف، هناك من قال بأنه أنزل في رجب بدأ ينزل. هل القرآن كله أنزل في ليلة؟ لا، لكن هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن من الملأ الأعلى إلى هذه إلى الدنيا، نعم هذه ليلة، لكن هو أنزل على محمد في 23 سنة وليس ليلة. ولذلك هذا الخرافة التي يحكونها لكم هذه كلها خرافات. أن تفهموا معنى ليلة القدر خارج السياق الكهنوتي. ليلة القدر تعرف فلسفيا وعلميا ويقرأ القرآن بالعقل. هل تكلم الله عن رمضان؟ لا يوجد رمضان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا عندنا إنا كنا منزلين. لا 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 يوجد، ما كاينش رمضان، ليس لا رمضان ولا صلاة التراويح ولا 27 ولا 29. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ما كاينش رمضان، ما عدنا لا رمضان ولا رجب، ليلة القدر. هما قالوا بأنها في رمضان، علاش؟ لأن أحكام الصيام في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولكن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من ثم فهم المسلمون الأوائل بأنها ليلة من رمضان، ليلة من رمضان، قد تكون الأول رمضان، قد تكون 29 رمضان، هي ليلة من رمضان فقط، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه هي التي جعلت الناس يفهمون لأن ليلة القدر هي هذه الليلة التي أنزل في القرآن، وهي في العشر الأواخر، وهي وتر، وهي 27، وهي 25، وهي 29. لماذا يريد الناس أن يعرفوا ليلة القدر؟ بالله عليكم أجيبوني، كلكم تريدون أن تعلموا ليلة القدر، كلكم تجتهدون، كلكم تتخمنوا وتفكروا، لماذا تريدون أن تعرفوا ليلة القدر؟ لماذا؟ والله أجيبوا، أتحدى واحد في العالم يجاوبني، لماذا كل الناس يريدون أن يعرفوا ليلة القدر؟ لماذا؟ ما هي الأهمية من معرفة ليلة القدر؟ لماذا الله سبحانه وتعالى لم يبينها؟ قال ليلة حتى ليس هناك ألف ولا نكرة تامة مطلقة غير معروفة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الناس يريدون أن يعرفوا هذه الليلة، لماذا؟ لأن قالوا لكم خزعبلات وخرافات بأن هذه الليلة إذا عرفتها ودعيت الله سيقبل دعاك ويعطيك المال ويعطيك الصحة ويعطيك الدرية ويعطيك الجاه وتنجح في حياتك. لا، هذه هي اللي جعلت الناس يريدون أن يعرفوا ليلة القدر. أما أنا لا أبحث عنها لأنني أفهم معنى ليلة القدر، فقبل أن ندرك هذه ليلة القدر ونبكي ونغوت وندعي الله يغفر لي ذنوبي، من الأحسن ألا أذنب. هذا الشيء علاش أنتم كتبحثوا على ليلة القدر؟ لأنكم مغرقينها مع الله. وهذا اللي كيبكيوا في المساجد وراء الإمام، اللي كيبكيوا الآن في المساجد في كل البلدان الإسلامية، هذوك الناس لصوص
منافقون، كذاب، جهل، سحر، روقات، مصائب، غشاشين، سراقين، لصوص، يعني كذابين، نمامين، ثم يبكون وراء الإيمان. لصوص 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 أكلوا مال الناس ويبكون وراء الإيمان ويريدون أن يغفر الله لهم. الناس 365 يوم ينمون ويأكلون لحم الناس ويسبون ويشتمون، وأخلاق سيئة، ويغشون في كل شيء، يغشون غشاشون، يأكلون أموال الناس بالباطل، وفي الأخير ينتظرون ليلة القدر ليغفر الله لهم. هذا هو الدليل أنكم تريدون أن تعرفوا ليلة القدر، لأن الذي يبحث عن ليلة القدر كان عليه ألا يعمل سيئات الذنوب، ألا يسرق، وألا ينم، وألا يكذب، وألا ينافق، وألا يزني، وألا يسرق، وألا يغش، وألا يفحش، وألا، ولا يحتاج ليلة القدر، لا يحتاجها ليلة القدر. كذلك الأمريكيين والأوروبيين والأستراليين واليابانيين والروسيين، كليلة القدر كل البشر، ليلة القدر كل البشر، تنزل الملائكة كل الناس وليس على المسلمين فقط. فلماذا لا يبحثون عن ليلة القدر في أمريكا وأوروبا وأستراليا؟ لماذا نحن دائما نبحث عن ليلة القدر؟ لماذا؟ يا عباد الله، القرآن لم ينزله الله هكذا ليعبث به الناس. القرآن لم ينزله الله ليحنطوا به الناس ويكذبوا به على الناس. القرآن أنزله الله علم ونور، نور نور، علم ونور، نصلح به الكون، نخترع، نبتكر، نعمل في هذه الدنيا، وليس نجلس في المساجد وندعو الله أن يهلك عدونا. يعني راه عدونا راه كيعمل 24 ساعة على 24، راه يعملون 24 ساعة على 24، ويخترعون ويبتكرون ويجتهدون. نحن ننام 24 ساعة ثم نعمل دعاء، اللهم أهلك عدونا، اللهم عليك بهم، اللهم أهلك أهل أعداء الدين، اللهم أهلك على الإسلام، اللهم أهلك على الدين. كفى من هذه الخرافات، كفى من هذا التحناط. راه ولادنا راه بقينا ولينا كنحشموا معاهم، كفى من هذه المسائل هذه، كفى. واش هذه الأمة غتعيش بدعاء؟ هذه الأمة ما عندها لا بحث علمي لا في الكون، لا إنتاج، لا زراعة، لا صناعة، لا عندنا دعاء، نبقاو مع الدعاء في المساجد. هذه الأمة هذه غتبقى دائما هكذا ضائعة؟ راه والله راه شيء خطير جدا، راه شيء خطير. القرآن راه فيه ليلة مباركة وفيه ليلة القدر، ما فيه لا 27 ولا 29 ولا قرآن ولا نزلت على المسلمين ولا نزلت أي شيء. هذه الليلة خاصة بالبشر كله، الملائكة تتنزل على كل البشر، لأن الله سبحانه وتعالى يعني الأشياء المشتركة في البشر، الله سبحانه وتعالى لا يفضل شخص على شخص، والله يعطي للمؤمن وللكافر، والله يعطي لجميع الناس. وإذا كانت روح ستتنزل على البشر، ستتنزل على البشر مؤمنهم وكافرهم. وكفى من التحناط، ونحن لا نوجد في الكون لوحدنا، راه معنا أقوام آخرين سيدخلون الجنة ربما قبل منا. نحن لا نملك في الكون شيئا. يعني حلقة غد إن شاء الله سنعود لنعرف أصل الكهنوتية التي أدخلت على ليلة القدر. هناك كهنوتية أدخلت على ليلة القدر، وجميع الأشياء الكونية التي يريدنا أن يحنط بها الناس أدخلوا عليها كهنوتيات، منها المعراج، منها ليلة القدر، منها هذه عيد الأضحى، من أشياء هذه كهنوتيات أدخلت على هذه المناسبات ليجعلوا منها أشياء عظيمة كبيرة ليحنطوا منها الناس وليربحوا منها. المال الآن يجمع في مساجد أوروبا وأمريكا، ليس هناك إسلام، ولا يقول لأحد بأننا صلينا التراويح وبأننا سنصدق. الآن بدأوا يجمعوا في زكاة الفطر 60 أورو للشخص. هذا الشخص راه واخا يكون ياكل مارتش حتىش كياكل الذهب، زكاة الفطر ليس 60 أورو، ماشي 60 أورو، زكاة الفطر راه خمسة، قل من 5 أورو، راه 2 أورو. ها هما الآن يجمعون المال. كهنوتكم الآن في المساجد أوروبا وأمريكا، واللي يقدر يكذبني ويرد عليا، كهنوتكم في أمريكا وأوروبا الآن يجمعون المال الآن ويحرجون الناس. حتى اللي سالمين، هاد الأوروبيين اللي عاد سلموا الآن بدأوا ينظرون للإسلام نظرة دونية، نظرة سيئة.
كهنوتكم الآن يشوه الإسلام في أوروبا وأمريكا، كهنوتكم يضحك عليكم ويحنطكم أنتم في بلاد العلم وفي بلاد التقدم وفي بلاد الأخلاق وفي بلاد الإنسانية وفي بلاد الدول المسلمة بدون الإسلام، أوروبا وأمريكا. ما خليونا احنا مع أوساخنا ومع عفوناتنا في بلداننا الإسلامية. لكن هذا المشكل. ليلة القدر التي وجدنا عليها آباءنا هو كنجيبوا الكسكس للجوامع، كنجيبوا الطعام للجوامع باش ندخلوا للجنة وباش الله يهلك عدونا، كنعطيو الرشوة لله. ليلة القدر التي وجدتم عليها آباءكم هي هذه ليلة القدر الغير معروفة، وإلا دركتيها الله غادي يفك لك جميع المشاكل. نوض تخدم، أتقعد وتخدموا، رانا غاديش نبقاو نحلوا المشاكل بالدعاء، رانا غنبقاو محنطين، لأن القوة التي يحنطون بها الناس هي الدعاء. حتى ولا الناس كيعطي المال لواحد يقول يدعي ليا، كيعطي الفلوس يقول يدعي ليا، يعني أريد أن يحل المشكل بالدعاء. كفى من التحناط وكفى من الجهل وكفى من الأمم تضحك علينا، كفى يا عباد الله كفى. واقرأوا القرآن بعقولكم، قرأوا القرآن بعقولكم وليس بأعينكم، ولا يضحك عليكم هؤلاء فإنهم يعني لا يتعدونكم بشيء، يخوفوكم. راهم قرأوا الشريعة وقرأوا الفقه وقرأوا البلاغة، ما يخوفوكمش يا عباد الله، راه لا يعلمون شيئا، راه التحناط. هاد شيخ وجد يتكلم عن العلم، ما هو هذا العلم؟ انت ما تعرف تدير حتى عملية طرح وكتكلم عن العلم، احشم شوية. العلم بدون العلم لا، شكون هو العلم؟ قريتي العلم انت بعدا؟ هو قول الفقه بعد من العلم، هاد كلمة العلم ما خصكش تنطق بها، لأن العلم الناس راه في المراكز العلم البحث العلمي وفي المختبرات وفي الورشات ديال الاختراع والابتكار، اش من علم عندك انت؟ الفعل المضارع. فالناس شوية الوعي والناس مابقاش هاد راه حنا عينا، راه سائمنا ومللنا، العالم كله تيضحك علينا، راه التحناطة عباد، راه الأمة محنطة، راه هاد الشباب إلا بقى بحال ما بقى راه لا إله ولا إله إلا الله. ويتبع إن شاء الله غدا إن شاء الله نتكلم كذلك عن ليلة القدر، لنمسح هاد الخزعبلات والخرافات من عقول الناس، ونتمنى ذلك إن شاء الله تعالى. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.